اسمع رأي حضرتك في مباراة الترجي. كسبنا 1-0، حسين الشحات بهدف مهم. المباراة كانت معقولة الحقيقة، ولكن الترجي كان جريح، كان أفضل الحقيقة من هناك بكتير، يعني كمان على الرغم من عدد كبير من الغيابات، ولكن في النهاية قدرت تكسب وتصل للمباراة النهائية. وجهة نظرك إيه؟ هو طبعا بص، الماتش الأولاني كان 3-0 هناك، نتيجة منطقية جدا ونتيجة طبيعية، ونتيجة بتدي مثل الكرة والجهاز الفني واللاعبين يعني حاجة خلاص، أنت يعني بنسبة 90% مطمن للمباراة. أوكي. فريق الترجي حصل تغيير في الجهاز الفني، الكابتن نبيل معلول مشي زي ما أنت عارف، وجي أنيس سعيدي هو اللي مسك المدير الفني. فأي مدير فني النهارده بيخش على فرقة جديدة بيدي أسلوبه، بيدي تكتيكه، بيدي معنويات، اللعيبة نفسها عايزة تثبت ذاتها للمدير الفني الجديد. فعشان كده ماتش الترجي حتى اللي كان في القاهرة، يعني احنا كسبنا 1-0، ولكن فرقة الترجي كانت بتحافظ على شكلها وبتحافظ على ان هي ما يدخلش فيها نسبة أهداف أفضل كتير. من هناك. ما هو عشان ليه؟ لا كلام حضرتك قلته. كل الناس كانت متوقعه ان فرقه الترجي بالشكل اللي ظهرت فيه في تونس ممكن تتغلب 3 4 5 بالشكل ده. أوكي. ولكن هو جه برضه امن دفاعاته كويس، لعب باسلوب دفاعي كويس. ليه؟ لان المدير الفني دايما بيدي رؤيه واسلوب جديد للعيبه، وحتى اللعيبه كان في ثقه في الاداء، فالحمد لله احنا كسبنا بهدف حسين الشحات. يعني رايك في بدايه المباراه، رايك في سير المباراه، التغييرات اللي عملها كولر؟ لا انا شايف بص، يمكن سير المباراه زي ما قلت لك، الترجي بيحافظ، الترجي دايما يعني ما فيش، يعني ما تحسش حتى عايز يهاجمك. والنهارده بينزل، لو جيت بصيت للقطات هتلاقيه بينزل تحت مستوى الدايره، بيدافع كويس عشان ما يخش في نسبه اهداف، لانه عارف هجوم النادي الاهلي سريع، هجوم النادي الاهلي بيخترق، هجوم النادي الاهلي دائما عنده نزعه التهديف. فهو النهارده الراجل لعب، يعني بوسعيد ده لعب النهارده كويس جدا. أوكي. لعب النهارده امن دفاعاته، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك اللعيبه نفسها بتبقى في روح عاليه قوي، عكس الماتش الاولاني كان 3-0 هناك يعني. طيب والتغييرات اللي اتعملت تغييرات منطقيه جدا، وزي ما قلت لك مستر كولر بيريح لعيبه وبيدي لعيبه تاني برضه جزئيه من المباراه، برضه على اساس ان يبقى فيه واقف على رجليه او فنيا في مستوى المباريات يعني. مين من اللعيبه اللي لفت من الاهلي يعني لفت نظرك ليه في هذه المباراه، ان انت شايف ان هو ادى اداء جيد؟ بص الاسلوب بتاع اللعب واداء الفرقه، انا شايف ان كل اللعيبه كويسه، يعني شايف كل اللعيبه كويسه. عاجبك كولر يا كابتن؟ إيه؟ يعني بمعنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. ما هو طبعا ادام في نتائج كويسه، في مستويات كويسه، في زي ما قلت لك النهارده، زي ما بتقول لي 29 لعيب النهارده في جاهزيه، لا يبقى كويس، يبقى اسلوب كويس واداء كويس، واللعيبه في ثقه. اللعيبه تفرق قوي ان يبقى في ثقه في المدير الفني. عشان كده حتى اللعيب اللي بينزل كابتن اسلام بيأدي وعايز يثبت النهارده فنيا للمدير الفني ان هو اعلى مستوى المسؤوليه. 7 كلين شيت في دوري الابطال، 7 اهداف، معدل الاستقبال في الدوري، بتشوف ده ازاي يا كابتن؟ لا انا شوف يعني ما تيجي تحسبها بوص لها حتى نتائج النادي الاهلي، بتبص النهارده ايه اللي ليك وعليك، لا مستوى النادي الاهلي دفاعيا اقوى دفاع حتى في مصر، يعني اقوى دفاع في مصر واحسن هجوم في مصر. فزي ما قلت لك دائما النهارده التنظيم الدفاعي للنادي الاهلي ايوه لا مهم جدا التنظيم الدفاعي ده، فانا هاخد بس حضرتك لهذا الامر. ولكن سؤال بقى، انت رحت المقر النادي الاهلي في التجمع ولا لسه؟ اه رحته. ايه رايك؟ لا هايل بصراحه، حاجه حلوه جدا قوي 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 قوي، والافتتاح تقريبا 1/6 1/6 خلاص. واحد ستة ان شاء الله. لا بس انا رحته كان هايل بصراحه يعني. والله هايل. طيب